السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى سوف نقوم بإنجاز آخر سؤال في تمرين 43 صفحة 17. عطونا معادلة، نحلوا هذه المعادلة، حطوا معايا في هذا الشكل هذا. شوفوا هذا الشكل، هذه المعادلة هذه هنا إكس أوس 2 ناقص 3، نردها هذه 3 ترجع أوس 2 باش تولي مطابقة هامة ثالثة، ناقص جذر 3 أوس 2 كيمشي أوس 2 مع الجذر مربع كتبقى 3 ديالي، زائد 2 عامل هذه راها مطابقة هامة ولكن خصني نبينها مزيان، هي 2 اكس جذر 3 زائد هاد 3 هذه تولي هي جذر 3 أوس 2 يساوي صفر. إذا هذه هي المطابقة الهامة الثالثة ليا كالآتي: أ ناقص ب عامل أ زائد ب، أ هي اكس وب هي جذر 3، زائد 2 عامل هذه المسابقة الهامة الأولى أ زائد ب الكل أوس 2، إكس زائد جذر 3 الكل أوس 2 يساوي صفر. ها 2 أ ب، ها أ أوس 2، ها ب أوس 2. إذا غنعملو بإكس زائد جذر 3 لأنه هو العامل المشترك، إكس زائد 3 هو العامل المشترك. إذا تعطينا عامل إكس ناقص جذر 3 زائد 2 عامل إكس زائد جذر 3 يساوي صفر. لذا تعطينا إكس زائد جذر 3 عامل إكس ناقص جذر 3 زائد 2 إكس زائد 2 جذر 3 يساوي صفر. هي إكس زائد جذر 3 عامل هنا إكس زائد جوج إكس هي 3 إكس، وناقص جذر 3 زائد 2 جذر 3 هي جذر 3 يساوي صفر. قلنا راه كنحلو معادلة، سميح ما كنسى، كنسى دايما كنكتب شي هادو كنسى. ومنهم قد يقول 3 اكس زائد جذر 3 تساوي صفر، او اكس زائد جذر 3 تساوي صفر. هنا اكس كتساوي زائد جذر 3 دوز ليه تولي ناقص جذر 3 على 3، هادي دازت ليه ولات ناقص، وهادي في ولات قي قسمة، او إكس كتساوي ناقص جذر 3. إذن للمعادلة حلين هما ناقص جذر 3 وناقص جذر 3 على 3. كون بذلك حليت المعادلة رقم 3 من تمرين 43 صفحة 17. بالتوفيق إن شاء الله والنجاح للجميع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.